من بين حكايات الفنانين في زمن الفن الجميل حكاية رواها الفنان عبد السلام النابلسي عن الفنان فريد الأطرش ومدى عشقه له. الحكاية بتكشف شخصية فريد الأطرش بعيدا عن الأضواء. تعالوا معنا نعرف إيه الحكاية. قال الفنان عبد السلام النابلسي في لقاء تلفزيوني الذي أجاب فيه عن سؤال حول مدى عشقه لفريد الأطرش، فقال: كان فريد الأطرش يمر بأزمة مالية، وأنا كالعهد أمر بأزمة مالية كبيرة جدا، وحدث أنني مرض واستلزم الأمر أن أقيم بالمستشفى لمدة طويلة تجاوزت 40 يوما. حقا زارني معظم الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات، ومنهم من عرض علي مساعدة مالية، ولكنني وجدته كلاما. وحين هممت بالخروج من المستشفى بعد علاجي وجدت بأن كل الحساب مدفوع، وقام بدفعه فريد الأطرش ولم يكن مبلغا هينا. وعند لقائي به سألته: كيف دفعت هذا المبلغ وأنت لا تملك ربعه؟ أجابني بأنه قد استلف المبلغ من أحد الأصدقاء على أن يرده لاحقا. هذا هو فريد الأطرش الذي أعشق، هذا هو فريد الأطرش الذي لم يفارقني مدة 40 يوما وظل حائرا إلى أن دفع الحساب. رحمة الله على الفنانين الراحلين عبد السلام النابلسي وفريد الأطرش. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة، تابعونا